الآن التاسعة عشرة من الحدث. التاسعة عشرة بدأت مشاهدينا وفي عناوينها: بعد الهجوم الإسرائيلي الغامض، خامنئي يدعو قواته إلى التعلم من أساليب أعدائه. الصراع الإيراني الإسرائيلي يرفع نسبة تأييد نتنياهو ويعيد الحديث عن المفاوضات النووية. وضع مرتبك في دارفور، اتهامات للدعم برسم دولتها وانشقاقات تهدد حركة مناوية. أهلا بكم مشاهدينا. تجاهل المرشد الإيراني علي خامنائي هجوم أصفهان الذي تعرضت له مواقع في إيران يوم الجمعة الماضي، وعلق على الهجمات الإيرانية على إسرائيل قائلا: المهم هو إظهار قوتنا وليس عدد الصواريخ أو الأهداف. وفي رسالة مبطنة دعا خامنائي القوات الإيرانية إلى الابتكار وتعلم أساليب العدو. يأتي هذا بعد نحو أسبوع على هجوم إيراني بمئات المسيرات والصواريخ استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل، الذي جاء كرد على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق، وأسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم 7 من قادة الحرس الثوري، أبرزهم محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان. كما جاءت تصريحات خامنائي بعد يومين من هجوم على أصفهان والذي تعرضت فيه مواقع إيرانية لهجمات لم تتبنها إسرائيل ولم توجه طهران الاتهامات لتل أبيب. قد تناقش إسرائيل عدد الصواريخ الإيرانية التي أطلقت وعدد الصواريخ التي أصابت أهدافها، وهذا أمر ثانوي. الأمر الأساسي هنا هو أن إيران وقواتها المسلحة أظهرت قوتها وتصميمها على الساحة الدولية، كما أن الابتكار في الأسلحة والأساليب يجب أن يكون دائما على جدول الأعمال. وللحديث أكثر ينضم إلينا من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور، ومن القاهرة معنا مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من طهران سيد مصدق. خامنائي يدعو قواته إلى الابتكار وتعلم أساليب العدو، هي لم تكن بالأمس لعب أطفال، هكذا قال عبد اللهيان. نعم، شكرا، تحياتي لكم والأستاذ عكاشة ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني سيد الخامنئي هو في الواقع يعني دعا القوات المسلحة. أولا يجب أن نعرف يعني السيد الخامنئي هو كان القائد العام للقوات المسلحة ولا يزال هو القائد العام للقوات المسلحة، وكان يقود الحرب مع العراق، وبالتالي له تجارب، يعني هو يمكن أن نعتبره رجل عسكري وبعقلية عسكرية. هو اليوم يطلب من القوات المسلحة الإيرانية تغيير استراتيجيتها يعني في الهجوم الذي شنته القوات الإيرانية على إسرائيل باستخدام مئات من المسيرات وعدد ملحوظ أيضا من الصواريخ. هو يريد أن يقول أن هذه العملية وهذا التكتيك ربما أصبح مكشوفا لدى الجانب الإسرائيلي، ويجب أن نتعلم أيضا من الجانب الإسرائيلي بأنه قام بهجوم غامض، وبالتالي هو يريد أن يقول يجب أن نتبع استراتيجية وتكتيك قتالي ودفاعي جديد. طيب سيد مصدق، يعني البعض يتساءل كيف اليوم يتعلم من أساليب ويغير الاستراتيجية التي أصبحت مكشوفة في الوقت الذي لم تتحدث فيه إيران أصلا عن هذه الضربة على أصفهان وقللت من أهميتها.
لا، هذه ضربة على أصفهان أساساً هي لم تكن ضربة، يعني حتى الجانب الإسرائيلي هو أول حد الآن لم يعلن مسؤوليته عن هذه الضربة. ربما نسمع يعني أصوات من داخل المعسكر المتطرف في إسرائيل وهي تنتقد يعني نتنياهو والحكومة المتطرفة على كيفية الرد على إيران، في حين هذا الرد لم يكن رداً حقيقياً. هذا الرد في الواقع هو جس نبض من قبل الجانب الإسرائيلي لمعرفة مدى دقة المضادات الجوية، الدفاعات الجوية المتواجدة أو التي تحرس أجواء شرق إصفهان، هذه منطقة الاستراتيجية عسكرياً واقتصادياً وحتى مجتمعياً. وبالتالي الجانب الإسرائيلي يعني هذا أحد أهدافه، هدف آخر هو يريد أن يعرف يعني. سأعود إليك سيد مصدق. دائرة الرادارات الإيرانية مدى دقتها واستهدافها، وأيضاً أراد أن يعيد الاعتبار لنفسه، وأيضا يريد رفع معنويات الشارع الإسرائيلي وربما إحباط معنويات الشارع الإيراني. هذه هي أهداف طيب. إسرائيل، ولكن نعم أرجو أن تبقى معي. سيادة العميد سيد خالد، يعني عندما يقول خامنئي بأنه المهم هو إظهار قواتنا وليس عدد الصواريخ أو الأهداف، وكأنه مثلما اخترقت إسرائيل الأجواء الإيرانية، إيران أيضا اخترقت الأجواء الإيرانية وهي كانت سباقة في ذلك. مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللعزيز السيد مصدق وللسادة المتابعين جميعا. يعني أعتقد هذا التصريح من جانب المرشد خامنئي هو يؤكد على مسألة رمزية الضربة الإيرانية، وأن الضربة الإيرانية لم يكن لها حصاد عسكري ملموس كما تحدثنا في غضون حدوث هذه الضربة، رغم حجم الترويج الإعلامي المكثف الكبير من جانب إيران ومن جانب من يدورون في فلك المحور الإيراني في محاولة إظهار بأن هذه ضربة على المستوى العسكري ضربة قوية مؤثرة. كان هناك تضخيم لأعداد المسيرات والصواريخ، بل وخرج القادة الإيرانيين متحدثين بأنهم أصابوا أهدافا لها علاقة بقواعد عسكرية هي من قامت بالهجوم على القنصلية في دمشق. أعتقد اليوم بحديث خامنئي وهو ينسف كل هذه المقولات ويعود مرة أخرى إلى أرض الواقع ويتحدث بلغة واقعية بأن هذه الضربة هي ضربة رمزية بامتياز، مجرد خروج أدوات وصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية، أدوات عسكرية وصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية وتدخل أو تصل إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن من دون أن يكون هناك خطة حقيقية ومخطط عسكري ميداني حقيقي لإحداث خسائر ولإصابة الجانب الإسرائيلي بإصابات مؤثرة يمكن التعويل عليها. هذا هو ما يمكن فهمه اليوم من حديث خامنئي، خاصة ويتحدث إلى مجموعة من العسكريين وهو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية. التأكيد على الرمزية والتأكيد على أن هذه المسجلة هي تخاطب الداخل الإيراني والداخل الإسرائيلي. بالرغم من الرمزية التي تحدث عنها ومحدودية الضربات التي ما كانت محل انتقاد حتى من الداخل الإيراني، إن كانت فعليا هناك رسالة بأن هناك استعراض، إيران يمكن أن تخترق الأجواء الإسرائيلية وما إلى ذلك، لماذا استدعى الرد إذن من الجانب الإسرائيلي؟ الجانب الإسرائيلي كان يستشعر ذات النوع وذات القدر من الحرج على مستوى الجبهة الداخلية وعلى مستوى الشارع الداخلي في إسرائيل. هي لأول مرة تتلقى ضربة من إيران التي تصورها إسرائيل باعتبارها الشيطان الأكبر والعدو الأكبر، وأنها هي محرك لكل الأذرع الموجودة التي تهاجم إسرائيل. كان هناك حشد إعلامي
غير مسبوق من أطراف الحكومة الإسرائيلية في الداخل الإسرائيلي، تجاوب معه مساحة كبيرة جدا من الرأي العام الإسرائيلي، كان يؤيد هذا الطرح بشكل كبير. لم يكن أمام الكابينت الإسرائيلي سوى اتخاذ قرار بالرد على الرد الإيراني، رد مضاد لكنه أيضا محكوم ومقيد بهذه الأسقف المنخفضة من التأثير، التأثير الميداني وإحداث خسائر. كان هناك قدر من الانصياع من كلا الطرفين للضغوط التي مورست عليهما من الولايات المتحدة، وكان هناك تأكيد بأن المنطقة لن تحتمل مزيد من التصعيد بين الطرفين، وأن هناك اكتفاء بحروب الظل وحروب الهامش واستخدام أراضي الغير في داخل سوريا أو على الأراضي العراقية أو غيرها. لك نعم، أرجو أن تبقى معنا، نحن نحاول الاتصال مرة أخرى. نعم، مع ضيفنا من طهران سيد مصدق، أرحب بك مجددا. يعني المعلومات الجديدة التي تكشفت عن الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية أظهرت بأن هناك يعني هرم كامل من القيادة المسؤولة عن أنشطة الحرس الثوري، يعني تم القضاء عليهم بالكامل. سيد مصدق، هل الاستعراض الإيراني برأيك كان كافيا لتحقيق الانتقام المنشود الذي تم الحديث عنه قبيل هذه الضربة؟ أنا أعتقد إيران هي ردت، يعني هي أعلنت بأنها سوف ترد بالطريقة التي لا تؤدي إلى توسيع رقعة الحرب، يعني في إطار تفاهمات مع الجانب الأمريكي، وبالتالي هذه هي رغبة إيران منذ البداية. نحن نعلم اليوم نتنياهو وهذه الحكومة المتطرفة يحاربون من أجل البقاء في السلطة، ربما يعملون خلافا للمصلحة الإسرائيلية ولمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على الأقل هذه الضربة الإيرانية التي وجهت إلى داخل إسرائيل هي عادت نتنياهو إلى تحت عباءة بايدن، وبالتالي أصبح اليوم نتنياهو يمكن التحكم به في حين وكان متمردا على سيده الأمريكي. اليوم يعني هذه من إحدى الإنجازات التي تحققت. سيد مصدق، دعني أيضا أتحدث لك عن إنجازات أخرى يتحدث عنها الإعلام العالمي وتقارير صحفية وحتى الداخل الإسرائيلي الذي شعر بذلك وقال بأنه إيران أعطت هدية من السماء إلى نتنياهو، ترميم صورته، ويعني حتى أصبح هناك جلسات في مجلس الأمن لتدين الضربات الإيرانية وليس الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. اولا يعني مجلس الامن موقفه واضح، يعني دول الاعضاء يعني ثلاثه دول على الاقل يعني هي بتقف الى جانب اسرائيل، هي تدعم الاسرائيليين وتعادي فلسطين وتعادي العرب وتعادي اي مشروع لا يتماشى مع الرغبه الاسرائيليه ومع الرغبه الامريكيه. اما موضوع ما يقال بان ايران قدمت هديه الى نتنياهو، هذا الشيء ايضا غير صحيح. يعني نتنياهو كما قلت يعني نتنياهو كان متمردا، يعني كان يخدع الجميع، يخدع دول المنطقه، يقول من دون امريكا انا قادر ان احمي كل هذه الدول، ومن هذه الخزعبلات كان يستخدمها. ولكن اليوم ثبت يعني انه من دون الدعم الامريكي ومن دون الدعم الغربي لا يستطيع ان يقاوم حتى يوم واحد، لا امام ايران ولا امام حتى في غزة. هو كان يمكن أن يسقط لولا هذا الدعم والجسور القوية التي فتحتها الولايات المتحدة الأمريكية وساندته. يعني بالعكس يعني أنا لا أعتقد، يعني ربما صحيح يعني ربما هذا الشيء قد حدث واستفاد نتنياهو، ربما نتنياهو هو يريد أن يبتز الجانب الأمريكي عندما يهدد إيران ويهدد بتوسيره. يريد أن يبتزهم، وبالتالي هذا أيضا نقطة ضعف. المهم نحن استطعنا أن نلجم نتنياهو ونكبح جماح هذه الحكومة المتطرفة. طيب، هذا من أحد إنجازات ومكاسب. طيب سيد مصدق، يعني حتى بعض الصحف الإيرانية تحدثت عن بأنه هذه الضربة الإيرانية الإسرائيلية لولا ما ضبطتها الولايات المتحدة الأمريكية لما كانت أن تكون، وهنا أريد أن أخذ رأي ضيفي من القاهرة سيد العميد، سيادة العميد سيد خالد عكاشة، ما رأيك؟
يعني الحقيقة أختلف مع السيد مصدق تماما في جزئية الضربة الإيرانية وتأثيرها على الحكومة الإسرائيلية. كافة المراقبين والداخل الإسرائيلي يتحدث بوضوح عن أن هذه الضربة الإيرانية الرمزية التي لم تحقق أي من الخسائر المادية، وخرج القيادات العسكرية الإسرائيلية وأيضا الجانب العسكري الأمريكي يؤكد على أن هناك انتصار في التصدي لهذه الضربة الرمزية، هي من انتشلت بنيامين نتنياهو من هوى سحيقة كان موجودا فيها. جميعنا نتذكر عن دقة ما كان موقف بنيامين نتنياهو وحكومته قبيل الرد الإيراني الرمزي الذي جرى في إسرائيل. انتشلته من عزلة دولية كبيرة للغاية، قدمت له هدية ثمينة بأنه يعود مرة أخرى إلى المجتمع الدولي ويقوم بتقديم نفسه باعتباره رأس حربة جديد يمكن التعويل عليه. أشكرك. قدمت ضررا فادحا للأسف أو يعني للقضية الفلسطينية ولمجمل الوضع الفلسطيني. أشكرك من القاهرة مدير المركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، كما أشكر ضيفي أيضا من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بول. أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. شولتز أوضح لنتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على إيران، كما شدد في الاتصال على أهمية تجنب تصعيد الأعمال القتالية بالمنطقة. نفى مصدر مطلع إيراني تقارير إعلامية عن إجراء إيران مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية عن المصدر قوله إن تبادل الرسائل مع أمريكا لا يزال قائما وفق الأطر المحددة. كما أوضح ذات المصدر أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني يتابع مفاوضات رفع الحظر مع الدول الأعضاء في خطة العمل المشترك الشاملة في إشارة إلى الاتفاق النووي. وكانت صحيفة الشرق الإيرانية قد نقلت عن مصادر قولها إن إيران والولايات المتحدة تجريان مفاوضات في نيويورك لإحياء الاتفاق النووي، مضيفة أن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني يتابع تلك المفاوضات مع الجانب الأمريكي. إذن مشاهدين، منذ 7 أكتوبر الماضي زاد المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضبابية، وكاد أن يصبح قاتما لولا صواريخ الرحمة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن استطلاعات للرأي تظهر أن الفجوة بين الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو وكتلة المعارضة الرئيسية تقلصت إلى أكثر من النصف منذ أكتوبر، إذ ارتفعت معدلات تأييد نتنياهو إلى 37%، أي أقل بواقع 5 نقاط فقط من منافسه الرئيسي عضو مجلس الحرب بيني غانتس، وهو أحد أقل الفوارق منذ بداية الحرب في غزة بحسب الصحيفة الأمريكية. ويعزو المحللون جزئيا هذا الانتعاش المحدود في شعبية نتنياهو إلى صراع إسرائيل مع إيران، فبحسب الصحيفة الإسرائيلية وكاتبة سيرة نتنياهو مازال معلم، كان هذا أفضل أسبوع لنتنياهو منذ أكتوبر، وأدت التوترات مع إيران إلى تحويل بعض الاهتمام الداخلي بعيدا عن إخفاقات نتنياهو في الحرب ضد حماس، كما عززت من نقاط قوته بحسب الصحيفة. وينضم إلينا من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس، ومن لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا وسهلا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد عارف، يعني عندما يتم الحديث عن استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني مع الجانب الأمريكي، هل هي ثمرة من ثمرات هذا الرد والرد المحدود بين إسرائيل وإيران برأيك؟ تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ومشاهدي الحدث الفاضل. أنا أعتقد بأن ربما الأخبار التي نفت مثل هذا الاتجاه ربما أقرب إلى الواقع وأقرب إلى النتائج التي حصلت من بعد الضربة الفاشلة التي
حصلت من قبل إيران وعدم ردها حتى بالدفاع عن صواريخها، بمعنى أن صواريخ S-300 بدل أن تدافع عن محطة نطنز، الآن أظهرت بعض الصور بأن الجيش أخفى هذه الصواريخ كي لا تصاب، بمعنى أنها لم تستطع حتى أن تحمي نفسها. وهنا أتحدث عن الدفاعات الجوية S-300 التي كانت تراهن عليها إيران. من هنا ممكن للإجابة على ما تفضلت به أن ربما نسلط الضوء على ثلاثية القوة في العقيدة العسكرية الإيرانية. ثلاثية القوة في العقيدة العسكرية الإيرانية تعتمد على البرنامج الصاروخي، على الميليشيات، وعلى الملف النووي. عمليا بعد 7 أكتوبر ربما أثبتت أن الميليشيات لم تستطع أن تردع إسرائيل، وبالتالي الصواريخ أيضا بعد هذه العملية فشلت فشلا ذريعا بالتصدي إلى إسرائيل. نعم. وعمليا 99% من هذه الصواريخ لم تستطع أن تصل إلى أهدافها، وبالتالي البرنامج. نعم. النووي هو الفزاعة الوحيدة التي تستطيع أن تردم الهوى وتحافظ على توازن الرعب، وبالتالي أعتقد بأن من المستبعد بأن إيران تخسر هذا الأمر بأي اتفاق قادم. طيب أرجو أن تبقى معي. سيد إيهاب، برأيك ما الخلفية وراء استئناف واشنطن للمفاوضات حتى بطريقة غير مباشرة مع الجانب الإيراني؟ هل بدافع الخشية من عودة استئناف الضربات على القواعد الأمريكية؟ نعم، أهلا بحضرتك وبالضيف الكريم وبكل المشاهدين. يعني أنا أيضا أستبعد فكرة أن تكون هناك مفاوضات حتى ولو كانت غير مباشرة مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي، لكن أعتقد أن هذه التصريحات المتعلقة بهذا الأمر ربما صدرت خاصة بعد أن قال أحد كبار المسؤولين الإيرانيين أن إيران تراجع عقيدتها النووية، كان ذلك قبيل الضربة الإسرائيلية ربما بـ2 أيام. وبالتالي أنا دائما أقول في لقاءاتي مع حضراتكم إن إيران لم يتبقى لديها شيء قبيل قدوم الرئيس القادم للولايات المتحدة، وهو غالبا سيكون ترامب يعني إذا ما سارت الأمور بالشكل الطبيعي، لم يتبقى أمامها شيء لكي تردع إسرائيل وواشنطن إلا أن تعلن حصولها على القنبلة النووية أو إمكانية أن يكون لديها القنبلة النووية. وهذا الأمر قاب قوسين أو أدنى. لماذا؟ لأنه بمرور 3.5 سنوات تقريبا من حكم جو بايدن أهمل هذا الملف تماما، ملف النووي الإيراني. المفاوضات الغير مباشرة في فيينا لمدة 1.5 عام لا هي إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية عام 2015، ولا هي في نفس الوقت واشنطن بعد ذلك راقبت البرنامج النووي الإيراني بما تستطيع من خلاله أن تتأكد من أن إيران لا تطول برنامجها النووي للحظة التي من الممكن أن تخصب فيها اليورانيوم لأكثر من 90%. والهيئة الدولية للطاقة الذرية أيضا لديها مشكلات في هذه الرقابة. إذن إيران أنا من وجهة نظري هي قاب قوسين أو أدنى من هذا الإعلان، خاصة أنها يضيق عليها الخناق اليوم بسبب ما نشاهده من أحداث كثيرة، سواء الضربة الفاشلة ضد إسرائيل أو الضربة الإسرائيلية التعذيرية داخل الأراضي الإيرانية، ودخول واشنطن على خط المواجهة مباشرة حتى وإن لم تكن ترغب في ذلك، لكن هي منقادة للأسف الشديد خلف طموحات بنيامين نتنياهو. فواشنطن مهما قالت أنها لن تشارك في ضربات ضد إيران إلا أنها ستشارك، وبالتالي إيران ليس أمامها إلا أن تنتهج هذا النهج، وإلا يعني سيأتيها دونالد ترامب ويعطيها أوقاتا صعبة هو وبنيامين نتنياهو. طيب لنحاول أن نفهم سيد عارف العقل الإيراني الآن والنهج المتبع فيما يخص البرنامج النووي، هل هي في سباق ضد الزمن قبل قدوم الإدارة الجديدة؟ وبالتالي ما الذي تسعى أن تقوم به برأيك؟ يعني أنا أعتقد بأن هنالك عدة أمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. الجانب الأول هو أن عمليا العقيدة العسكرية الإيرانية لمجابهة الولايات المتحدة أو إسرائيل أو الغرب بشكل عام اعتمدت على الحروب الغير متقارنة، بمعنى أن البرنامج النووي ليس له مكان بالحروب الغير متقارنة، لكنما هذا النوع من الحروب هو يعتمد على الوكلاء.
لكنما هذه الضربة الأخيرة حولت الخطاب من الحرب بالوكالة إلى الحرب بالأصالة، بمعنى أن هنالك مجابهات بالأصالة، إيران ضد إسرائيل مباشرة وإسرائيل ضد إيران مباشرة. نعم، لم تتحول هذه الصراعية إلى مرحلة الحرب أو لم تخرج من أطرها وخطوطها الحمراء، لكنما عمليا نحن خطأنا أو شهدنا الخطوة الأولى بهذا الاتجاه. من هنا لكي توازن إيران، يكون لديها توازن الرعب، عليها أن تغير من برنامجها، من برنامج ميليشياتها، وتعزز هذه المكانة أو تعزز برنامجها الصاروخية. عمليا إيران لا تستطيع أن تمد ميليشياتها لا بالأموال ولا بالسلاح أكثر، خاصة وإن الملف ربما في سوريا الآن يضيق عليه الخناق، وهنالك عملية ربما إعادة تموضع أو حتى خروج. وفيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني، نحن نعلم بأن الحليف الأقوى إلى إيران بهذا الأمر وهو روسيا يرفض تسليم منظومات جديدة من الصواريخ التي تستطيع أن ربما تحافظ على توازن الرعب. لذلك لم يبقى إلا البرنامج النووي. البرنامج النووي إيران لديها التكنولوجيا النووية لصنع القنبلة النووية موجودة ومتوفرة لدى إيران. تعدين اليورانيوم ونسبة اليورانيوم المخصب أيضا يتيح لإيران خلال فترة وجيزة جدا أن يصل، لكنما أعتقد بأن قرار الوصول إلى القنبلة النووية لا يزال لم يتخذ، وإنما نحن قد يكون نشهد مرحلة الوصول إلى العتبة النووية، وهذا ما ربما يحدث الفارق في توازن الرعب. طيب سيد إيهاب، يعني منذ قليل تحدثت عن معطى وهو تغيير العقيدة النووية الذي تحدث عنه الحرس الثوري وهدد وقال بأنه يدهم على الزناد. برأيك سيد إيهاب، وكان هناك أيضا تقارير تقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ممتعضة من الضربة الإسرائيلية على أصفهان لأنه إيران ستنتهج أساليب أخرى في حماية منشآتها النووية عبر الأنفاق أو ما إلى ذلك، كيف ستتعامل أو كيف ستتعاطى هنا الولايات المتحدة الأمريكية مع المعطيات الجديدة التي طرأت بعد الضربات المباشرة بين إسرائيل وواشنطن برأيك؟ وإيران عفوا. نعم طبعا، نحن سنكون أمام دولتين مختلفتين تماما. أتحدث هنا عن الولايات المتحدة. من اليوم وحتى 20 يناير القادم، يعني نتحدث في حوالي 8 أشهر تقريبا وبعض الأيام، عندما يأتي الرئيس الجديد للولايات المتحدة إذا تغير أو لم يتغير. وبالتالي إذا لم يتغير الرئيس، سنكون أمام استمرارية لإدارة جو بايدن. إذا ما استمرت إدارة جو بايدن، أنا أؤكد لحضرتك أن إيران ستحصل وتعلن على حصولها القنبلة النووية في وقت مريح وبصورة يعني مؤجلة نوعا ما. لكن إذا ما جاء دونالد ترامب أو استشعرت إيران أن دونالد ترامب سيأتيها، ستقوم بإعلان هذا الأمر قبيل انتهاء الانتخابات النووية، قبيل انتهاء الانتخابات الأمريكية. وبالتالي سنكون أمام دولتين مختلفتين، دولة تهمل أو إدارة تهمل التعامل مع الملف الإيراني برمته نووي وباليستي وتدخلها في شؤون جيرانها ودعمها لأذرعها بالوكالة وكل هذه الأمور، وأمام دولة أخرى أو إدارة أمريكية أخرى ستكون جادة جدا وحقيقية جدا في تعاملها مع إيران، وستحجم قدرات إيران السياسية والعسكرية وقدراتها بالوكالة، وسيكون هناك تعاون كبير بين واشنطن وإسرائيل في هذا الملف. أتحدث هنا إذا بقي بنيامين نتنياهو وجاءه دونالد ترامب، ستكون يعني مطرقة. سأعود إليك في هذه النقطة، سأعود إليك في هذه النقطة سيد إيهاب، ولكن سيد عارف، ما رأيك فيما قاله ضيفي من واشنطن بأنه إيران لديها الآن خيارين قبل الإعلان على القنبلة النووية قبل بايدن إذا ما تأكد بأنه، أو قبل مجيء ترامب إذا ما تأكد بأنه ترامب سيكون على كرسي الرئاسة، أم مباشرة بعد بايدن إذا استمر في الحكم بطريقة متأنية، هكذا قال سيدي. بالفعل يعني
بالفعل يعني أنا أعتقد بأن ربما الخيار التوجه إلى القنبلة النووية هو الخيار المتاح، لكنما لا يفرق، لا يوجد هنالك فرق بين أن تمتلك إيران قنبلة نووية وأن تكون على العتبة النووية. نحن نعلم بأن الخطوط الحمراء الإسرائيلية هي تشمل أو لا تضع هذا الفرق بين أن تكون إيران على العتبة النووية، أن تكون غاب غوسين أو أدنى من القنبلة النووية، وأن تكون تمتلك هذه القنبلة. في كلا الحالتين نحن سنشهد تحرك إسرائيلي وأمريكي، وهذا هو مكمن الخطر على إيران، إن كيف تستطيع أن تصل إلى هذه المرحلة ولا تكون عرضة إلى الصدام المباشر الذي يؤدي إلى حرب، خاصة ونحن نعلم بأن القنبلة النووية الهدف منها ليس الاستخدام، الهدف منها الردع، لكنما التوجه الإيراني إلى هذا الأمر سوف يؤدي إلى عمليا الدخول بحرب. من هنا أنا أعتقد بأن التوجهات الإيرانية داخليا باتت الآن فيما يتعلق بالملف النووي يعتمد على الدفاع السلبي، بمعنى أنها الآن أطلقت أكثر من 11 مفاعل نووي في عموم البلاد، وهذا ما يجعل عملية ربما أي ضربة عسكرية قادمة تكون مموهة وصعبة على أي دولة. والجانب الثاني أن نغلت الكثير من أجهزتها للطرد المركزية إلى تحت الأرض، خاصة في نطنز وفوردو، وربما هذا يشير بأن إيران ستختار أن تكون بالعتبة النووية لا أن تكون صاحب يعني دول ضمن النادي النووي. طيب أختم معك سيد إيهاب، يعني البعض يقول بأنه حتى يعني انسحاب من البرنامج النووي بقرار من ترامب وما إلى ذلك هو أعطى إيران، أعطاها فرصة بأن تخصب اليورانيوم بنسب مضاعفة وصلت إلى 60%. يعني لماذا هذه المرة التخوفات من مجيء ترامب وهو أصلا أعطاها فرصة من الانسحاب؟ لا، أنا أختلف مع وجهة النظر هذه، لأن إيران في كل الأحوال كانت تخصب وكانت يعني لا تقول الحقيقة في الاتفاق النووي السابق الذي خرجت منه الولايات المتحدة، بالعكس، وترامب سيضيق الخناق عليها ويجعلها تقف عند حدود عدم التخصيب لتصل إلى قنبلة نووية إذا لم تكن قد وصلت إليها بالفعل. لكن من أدى إلى ما نحن وصلنا إليه اليوم هو إدارة جو بايدن وضعف تعامله مع هذا الأمر، وسبقه قبل ذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي منح إيران المليارات واتفاقا نوويا مهلهلا لم يقم على مراعاة دول الجوار ولا الأمن الإقليمي ولا حتى الأمن للمواطنين الإيرانيين. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس، كما أشكر أيضا ضيفي من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا شرق السودان يدعم الجيش واستعداد للانضمام للمقاومة. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أقوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عقار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟
هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. مشاهدينا، مجددا أعلن وفد من شرق السودان استعداده للانخراط بصفوف الجيش والقتال ضد قوات الدعم السريع. مجلس السيادة الانتقالي أوضح أن وفدا برئاسة محمد أحمد الأمين ترك التقى مع البرهان وأكد عزمه الالتحاق بالمقاومة الشعبية لدعم الجيش ضد قوات الدعم السريع. كما أكد الوفد على ضرورة تضافر الجهود ليتجاوز السودان الأزمة الراهنة والتوافق على خارطة طريق للمرحلة الانتقال. ارتفعت وتيرة المعارك مساء اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل مدينة الفاشر في شمال إقليم دارفور. وقال شهود عيان للحدث إن المواجهات بين الجيش المسنود بالحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من الجهة الأخرى أدت إلى تساقط عشرات القذائف بالأحياء الشرقية للفاشر كحي النصر والتكامل والزيادية ومخيم أبو شوك للنازحين. اتهم حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان ميني أركو مناوي قوات الدعم السريع بالتمادي في توسيع دائرة سيطرتها بغرض فرض ترسيم دولة جديدة في غرب السودان، مستغلة تسامح القوى المشتركة الراغبة في ترك أبواب الحوار. وقال مناوي في تغريدة على تويتر إن ما وصفه باعتداء الدعم السريع على مليط يعني تطويق مدينة الفاشر بهدف تجويعها ومنع انسياب المواد الإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيدفع لاتخاذ قرار آخر غير تقليدي على مدن دارفور الأخرى. أعلن مكتب شرق دارفور بحركة جيش تحرير السودان أعلن انفصاله عن رئيس الحركة ميني أركو مناوي لعدم التزامه الحياد بين طرفي الحرب. مكتب شرق دارفور بحركة جيش تحرير السودان اعتبر انضمام مناوي للجيش قرارا فرديا، كما أشار المكتب أنه سيظل على الحياد بين الجيش والدعم السريع وداعما لجهود ومبادرات وقف الحرب. نقدم استقالتنا من الحركة جيش تحرير السودان قيادة ميني أركو مناوي. نعتبر قرار دخول الحركة في الحرب ما هو إلا قرار فردي اتخذه رئيس الحركة مع شلليات بسيطة يقومون في بورسودان نتاج لواقعهم المصلحي الذي يرتقي للمؤسسية ومبادئ الأهداف التنظيم. نحن كمكتب ولاية شرق دافور بكل محلياتها لم نكن جزء من هذا القرار، بل قرار فردي. نحن ثابتين في موقفنا هو الحياد وعدم دعم أي طرف من أطراف القتال. اثنين، سنظل ملتزمين بمبادئ وأهداف الحركة جيش تحرير السودان التي تسعى لترسيخ التحول المدني والديمقراطي في السودان. ثلاثة، ندعم جميع المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تسعى لوقف الحرب. أربعة، ندعو أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والجنوح للعملية التفاوضية التي تقود لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. لن نلتزم الحياد بعد اليوم، هكذا كان لسان حال كل من حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة جيش تحرير السودان بزعامة ميني أركو مناوي حين قررا قبل أسابيع الانضمام للجيش ومواجهة قوات الدعم السريع ومنع توسيع نفوذها غرب السودان بعد أن سيطرت على ثلاث ولايات في إقليم دارفور بشكل كامل. إبراهيم ومناوي عزا سبب موت
موقفهما من الدعم السريع إلى جملة من الأسباب، أهمها استمرار استهداف الدعم السريع للمدنيين ونهب ممتلكاتهم، إضافة إلى استعانة قوات الدعم بأياد خارجية شاركت في الصراع الدائر بهدف تنفيذ أجندة تصب باتجاه تفتيت السودان وتقسيمه على حد قولهما. هنا اللافت للانتباه هو مشاركة رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تنبور في المؤتمر الصحفي، وتنبور كان قد أعلن بدوره الانضمام للقتال إلى جانب الجيش ضد الدعم السريع والمشاركة رسميا في الحرب. وتعد حركة جبريل ومناوي جزءا من القوى المشتركة لحماية المدنيين التي تشكلت بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب لتتولى مهمة تأمين انسياب المساعدات وحماية المدنيين خاصة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. تتكون تلك القوة من حركات العدل والمساواة وتحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة طاهر حجر والتحالف السوداني بقيادة خميس عبد الله أبكر وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس. تضم القوة المشتركة نحو 5000 مقاتل، يشكل مقاتلو حركة مناوي القوة الغالبة فيها، وبالتالي فإن انحياز جزء كبير منها للجيش من شأنه ترجيح ميزان للقوى لصالحه. وهذا الشهر تعرضت القوى المشتركة لنكسة مع إعلان القيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان رفضها لقرار رئيسها طاهر حجر بالانسحاب من القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح في إقليم دارفور، وأعلنت استعدادها للدخول فيما يعرف بمعركة الحسم ضد الدعم السريع. قبلها حجر أعلن انسحاب تجمع قوى تحرير السودان من القوى المشتركة في دارفور بدعوى تخلي بعض الحركات المسلحة في القوى المشتركة عن مبدأ الحياد وإعلان انحيازها للجيش والقتال معه. هؤلاء الأشاوس وهؤلاء الرفاق في طريقهم نحو مدينة الخرطوم، إذن هذه فرصة ثانية لنستمع إلى السيد حاكم إقليم دارفور في كلمة. تفضل السيد حاكم. أسأل في كل زمانة خادمون هذا المتحرك الذي أطلق عليه متحرك الشهيد عبد الله بكر بشرة. إذن إلى الأمام مثل إيه؟ المواطن الجاي في هذه الولايات نوفر له الذرة الآن سري. من شرق دارفور وتحديدا من مدينة الضعين، أدم أحمد عثمان القيادي المستقيل من حركة جيش تحرير السودان ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك سيد أدم أحمد، لماذا أعلنتم الآن الانسحاب من الحركة المسلحة ولم يتم ربما إقرار هذا الرأي منذ بداية الدعوة لميني أركو مناوي لدعم الجيش؟ مرحبا بك يا سعدة، وأنا سعيد جدا أكون ضيفا في قناة الحدث العربية. أهلا وسهلا. الله يديك العافية. ومن شرق دارفور أنا أترحم على شهداء الثورة السودانية والشفاء العاجل للجرحى والمصابين والعودة الحميدة للمفقودين، وعلى رأس الشهداء شهداء حركة جيش تحرير السودان على رأسهم الشهيد عبد الله بكر بشر. أستاذتي العزيزة، نحن كنا في ولاية شرق دارفور، ممكن يكون هي الولاية الوحيدة كانت في دارفور قدمت نموذج بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني عبر إدارتها الأهلية لإدارة الصراع، وما كان في أي انتهاكات للمدنيين. كنا مشاركين في هذه الإدارة العظيمة كقيادات مجتمع السوداني وكقيادات مجتمع شرق دارفور، وكان داعمنا أكثر موقف المؤسسة اللي هو الموقف بتاع الحياد. وحينما ذهبت المؤسسة إلى 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 طرف ما، هي أخذت القرار واتخذت قرار وقاتلت مع الجيش السوداني. طيب سيد آدم أحمد، يعني لماذا الآن أعلنتم الانسحاب؟ لماذا لم تعلنوا منذ البداية؟ أم أنكم فقط سرتم وراء الحركات الأخرى التي أعلنت انسحابها؟ لا يا أستاذتي العزيزة، نحن كنا بنناضل وكنا بنتكلم مع قيادة الحركة للرجوع على صوت العقل والرجوع للحياد وهيهاتها، وما كان في أي قبول. وحتى كانت الوسائل اللي كنا بنتكلم فيها ونقدم فيها رأينا واضح في بداية الحرب من 15 أبريل لها يومنا هذا بعد ما مرت سنة، وتم تطفيل الجروبات وتم تطفيل أفواه
كل الرفاق الذين كانوا يتكلموا عن الحياد و و و واخر النهايه وصلنا الى ان يا اخي ما في زول استجاب لنا حتى من قياده الحركه، وزي ما ذكرنا في البيان انه هو القرار اتخذه رئيس الحركه ومعه قله وهم يقيمون في بورسودان، ليس يعلمون ليس يعرفون في دارفور. ونحن السبب اللي خلانا نتخذ هذه الموقف لانه راينا ان الحرب تنجر من شرق السودان وتنجر الى دارفور لتقويم حرب اهليه. طيب. ونحن عارفين تماما انه الحرب في دارفور كانت من 2003 وعواقبها هي كمجتمعات شرقيه كمجتمعات دارفور مجتمعات بسيطه وممكن تتحول الحرب الى حرب اهليه. راينا طيب سيد ادم سيد آدم، بعد انضمامكم للحركات المسلحة التي انسحبت من الدعم للجيش وأعلنت الحياد، كم قوام المقاتلين المتبقي الذي سيقاتل إلى جانب الجيش؟ يا سيدتي، نحن ليس انضمينا إلى أي حركة من الحركات اللي هي حركات أخونا رفيق طاهر حجر ولا أبو بكر ولا الهادي إدريس، فقط نحن مسكنا نفس الطريق بتاع الثورة السودانية وطريق ثورة ديسمبر اللي هو بيتكلم عن الحرية والسلام والعدالة ونتكلم عن دولة المساواة ودولة القانون والدولة السلام. نحن نتكلم وناشدنا أطراف الصراع أنه لوقف الحرب والجلوس على مائدة المستديرة تشرب السوداني ويصل لوقف طيب. الحرب وقلناها لا للحرب من بدايتها ونقولها بالفم المليان لا للحرب ونحن مع السلام. ماذا عن قوام المقاتلين المتبقي إلى جانب أركو ومناوي الذي سيدعم الجيش إن كانت لديك معلومات؟ نحن في شرق دارفور الآن ما في أي قوام متبقي، فقط كلنا كمكتب سياسي بمحلياته اتدعى ولاية شرق دارفور فيها تدعى محليات والمكتب الثمانية محليات والتاسعة اللي هي رئاسة الولاية، كلنا قدمنا استقالتنا والاستقالات الجماعية اللي هي كانت في البيان هي الاستقالات الناس تم تكليفهم بمحامات في مكاتب الحركة، أما الحركة فيها عضوية وحتتوالى الاستقالات في بعد البيان من يوم إلى آخر من يوم غد إن شاء الله الميديا حتتفاجأ بكل الاستقالات لكل العضوية. الآن في شرق دارفور ممكن مناوي ما يكون عنده ولا فردي هو أي زول أتابع لمناوي يا في الفاشر يا مشى بورسودان. من ترجح أن ينسحب بعدكم عندما تقول بأنه سيتفاجأ الإعلام بجملة استقالات، من ترجح أن يستقيل بعدكم أو ينسحب من الدعم للجيش؟ لا، عندنا عضوية والنظام الأساسي للحركة هو نظام بيتكلم عن أنه الاستقالات ليست تكون استقالات جماعية، هي الاستقالات الفردية فقط. هو بيان أتليناه لنوضح للرأي العام أنه إحنا ما في موقف هذه المؤسسة، وهذا رئيس المؤسسة ينحرف منها من مبادئ الحركة التي هي قامت من أجلها. سادة الفضاء العزيزة، الحركة فيها كمية من العضوية في ولاية شرق دارفور، وليس هم العشرة تنفار الذين قدموا استقالتهم، هم ديل فقط قيادات الحركة في الولاية. في استقالات فردية حتتوالى من الولاية، أي إنسان ينتمي لحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي حيقدم استقالته ويطلق إنسان مستقل، وهو بعد ذلك له الحرية أن يتبع ما يتبع، يمشي المؤتمر السوداني، يمشي حزب أمة، يمشي ينتمي إلى طاهر حجر، يمشي للهادي إدريس، هذا هو أي إنسان في شأنه. نحن اتفقنا على أنه نبقى في مبدأ الحياد ونبقى في دعم الثورة السودانية ونعمل مع كل المبادرات الذين لإيقاف الحرب سواء كان إقليمية ولا دولية ولا وطنية. جيد، إيقاف الحرب. سيد آدم أحمد، هنا لدي سؤال، كيف ستؤثر هذه الخطوة على سير المعارك في الفاشر التي لطالما كانت بمنأى عن الحرب بين الجانبين؟ سيد آدم، عندما تعلنون عدم الانحياز لأي طرف والتزام الحياد، كيف سيكون موقفكم عندما ترون هذه المعارك تشتد سواء من قبل الدعم السريع أو من قبل الجيش؟ نحن سادة الفضيلة، نحن وضحنا موقفنا وقلنا نحن حنشارك مع الإدارات وقدمنا نداءات للإدارات الأهلية. تشاركون بماذا؟
المجتمعات المحلية في توعية المجتمع. نحن حنشارك في توعية المجتمع وننشر ثقافة السلام للمجتمع اللي هو بسيط عندنا. مجتمعنا في ولاية شرق دارفور ومجتمع دارفور عموم ومجتمع السودان عموم. نحن حنشارك بما عندنا ونقوم بكل المبادرات اللي عندنا. نحن انشأنا مبادرة في ولاية شرق دارفور وحافظنا بها. انشأنا مبادرة اسمها مبادرة مرأة الظواهر السالب وقبول الآخر. وقدمنا فيها نموذج وقدمنا فيها مخاطبات في الشارع وقدمنا فيها إكتس. طيب ولكن سيد آدم لو سمحت لي، يعني هل التوعية برأيك ستؤثر في طرفين يتناحران بالأسلحة؟ نحن حنشتغل في المجتمع نفسه، هما الطرفان. نحن حنتكلم وحندي رأينا للمجتمع نفسه. ونحن حنوعي المجتمع حقنا أن هذه الحرب حرب عبثية. هذه الحرب لا يستفيد منها الشعب السوداني، بل يزداد منها دمار. يوميا يموت شاب، يوميا يموت، تفقد ناس، تفقد أرواح كثيرة. نحن نتكلم عن المجتمع الموجود لا يخش في حرب أهلية ولا يتحول للحرب اللي هي إذا طالت الأمد حقها وخشت فيها كمية من الجيوش، لكي المجتمع يحافظ ويتماسك لحين إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. طيب سيد آدم أحمد، نعم، عندما تقول بأنه ستنجحون أو ستجنحون عفوا نحو التوعية، هنا السؤال يعني أين ذهبت أسلحتكم؟ ماذا ستفعلون بها؟ نحن يا أستاذة ليس لنا أسلحة في ولاية شرق دارفور، بل نحن مكتب سياسي. نحن مكتب سياسي في ولاية شرق دارفور بمحلياته التسعة. طيب لم تكن لديكم أسلحة، إذن كيف كنتم ستقاتلون إلى جانب الجيش مع أركم الناوي؟ بماذا؟ القيادات العسكرية القيادة العسكرية في ولاية شرق دارفور هي كانت جانحة للقيادة في الفاشر، ما كانت في الإسمانون في الولاية. والقائد الموجود في شرق دارفور كان تم استدعائه للفاشر، وبعدها طوالي هو تم تبليغ الحياد وتم تبليغ فك الحياد، ونحن ما كنا جزء من الحاجة. نحن في ولاية شرق دارفور عضوية الحركة، عضوية بتاع مكتب سياسي. نحن كنا الجناح السياسي الداخلي، والحركة كانت عندها جناح عسكري. الحركة فيها قطاعات، فيها قطاع عسكري وفيها قطاع طلاب وفيها قطاع بتاع مرعى وفيها قطاع سياسي. نحن ماسكين القطاع السياسي في ولاية شرق دارفور يا أستاذة الفضيلة. الحركة لما جاءت كانت عندها جيش. الجيش كان متمركز في القيادة الفاشل ولم يتم توزيعه في الولايات. الجيش الثاني مع مناوي يكون ماشي معه في حراساته الشخصية. الآن الجيش زي ما ذكرت أنت في التقرير قبل، كنت أكثر جيش هو تابع للمشتركة للقوة المشتركة، وكان مفترض هو يكون حامل مدنيين ويجيب البضائع ويجيب القوافل التجارية والقوافل الصحية والإنسانية. للأسف الجيش تحول لأنه هو يبقى ضد الشعب السوداني وهو يقاتل في نفسه، وهو كان قاتل من أجل الحرية والسلام والعدالة. نحن شعار المؤسسة الحرية الوحدة السلام والديمقراطية، وليس هذه المهازل التي أتى بها مناوي في الأوائل الأخيرة وانزلاقه من تأسيس من مسار تأسيس المبدأ الحركة. طيب سيد آدم أحمد، يعني عندما تتحدث عن الجناح السياسي، موقف الجناح العسكري هل سيقدم هذا الدعم المطلق إلى جانب الجيش مع ميني أركم الناوي، أم سنشهد تغييرات أخرى كالتي قمتم بها مثلا في جناحكم السياسي؟ جدا تتوقع، يعني تتوقع انه في جناح عسكري برضو حيكون عنده موقف، وان شاء الله حيطلع في وقته وانذاك. طيب سيد آدم أحمد، يعني كيف أيضا ستؤثر هذه الخطوة على مساعيكم في إيصال المساعدات، وهل ستبقى هذه المساعي قائمة في ظل الأوضاع الحالية في دارفور؟ كنا بنتكلم بنحكي في هذه المساعي. احنا من ضمن الناس اللي كنا قدمنا مقترحات بتاعت مبادرات، وبرضه من الناس اللي انشأوا غرفة طوارئ دارفور او غرف طوارئ اغليم دارفور. ونحن واحد الناس قدمنا غرفة طوارئ وطالبنا المنظمات الدولية وطالبنا بممرات إنسانية وطالبنا بكل الممرات. وللأسف الشديد هي الإدارة بتاعت الإقليم الفاشر نفسها. نحن ولايتنا من اندلاع الحرب
ما حظت بأي قافلة سواء كان طبية ولا غذائية عشان تصل شرق دارفور. وما قدرنا نعرف أنه السبب شنو. وهو في نفس اللحظة نحن قيادتنا كانت في الفاشر ومجتمعها في شرق دارفور ما قدرت توصل له بحكم أنه المنطقة ساقطة في الدعم السريع. وفي حين أنه الخدمة الإنسانية ما مربوطة بدعم سريع ولا مربوطة بجيش. وكنا مطالب نحن بنأكل النازحين بنعمل وقفات في السوق وبنعمل حملات بنسميها كلنا أهل عشان نقدر نطلع شوال بتاع عيش ولا عشان نجيب لنازح عشان نحطه في المدرسة ونديه سكر ونجيب له. للأسف الشديد كنا بنتواصل مع القيادة هناك وبتقول لنا يا أخي دي سياسات بتاع الجيش وما من المفترض يعني احنا مفترض عشان كده قلنا الحياد هو الحل الأسلم. أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا. كنت معنا من شرق دارفور وتحديدا من مدينة ضعين آدم أحمد عثمان القيادي المستقيل من حركة جيش تحرير السودان. مشاهدينا نعود ونلقاكم في الساعة الثانية. إلى اللقاء. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. ليلة ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثاً عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأضياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. معارك بارية ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. في
تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ الآن 9:10 من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من 9:10 وفي عناوينها: جثث دون رؤوس وأجساد بلا جلود ومقابر جماعية، هذا ما خلفه الجيش الإسرائيلي في مجمع ناصر. إسرائيل تواصل ملاحقة التموضع الإيراني في سوريا وتقترب من نقطة الحسم مع لبنان. القذافي يشكو حفتر للاتحاد الإفريقي، هل ينزلق التوتر إلى صراع مسلح؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. إذن قبل أن نبدأ ساعتنا الثانية، ينضم إلينا من مدينة كونفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان للحديث عن العاجل الذي يظهر أسفل الشاشة، وهو إطلاق 5 صواريخ من الموصل العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية بسوريا. إذن ينضم إلينا رامي عبد الرحمن، مرحبا بك سيد رامي، هل أنت معي؟ نعم مساء الخير. نعم مساء النور سيد رامي، هل من تفاصيل حول هذه الضربة أو 5 صواريخ التي أطلقت من العراق نحو قاعدة أمريكية بسوريا؟ نعم، المؤكد لدينا ونشرناه قبل نحو ساعة بأن هناك مسيرة تابعة للميليشيات الموالية لإيران استهدفت أو حاولت استهداف قاعدة خراب الجير الواقعة في محافظة الحسكة بالقرب من الحدود السورية العراقية، إلا أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي أو للقوات الأمريكية تمكنت من إسقاط هذه المسيرة. المسيرة هي مؤكدة بشكل قطعي لدينا، وهي يعني كانت العملية منذ أكثر من ساعة على قاعدة خراب الجير، ولكن بعدها سمعت عدة انفجارات في المنطقة. لا أعلم إذا ما كان موضوع إطلاق الصواريخ من داخل الأراضي العراقية على القاعدة هو مؤكد أم هي نتيجة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للتحالف للمسيرة التي حاولت استهداف هذه القاعدة، وهذا هو الاستهداف الثاني خلال الساعة 24 ساعة للقواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية. أمس كان هناك استهداف لحقل كونيكو أو قاعدة كونيكو للغاز التي هي أحد أهم القواعد الأمريكية في الأراضي السورية. اليوم قاعدة خراب الجير وهي عبارة عن قاعدة جوية، وكانت سابقا مطار زراعي وتحولت إلى قاعدة جوية أمريكية.
في محافظة الحسكة عند الحدود السورية العراقية. لا معلومات عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو حتى إصابات مباشرة داخل هذه القاعدة الأمريكية. طيب سيد رامي، حتى نوضح للمشاهدين أكثر، نحن نتحدث عن مسيرات أم صواريخ أم لم يتضح بعد الأمر بشكل أوضح؟ لا، المؤكد كان قبل ساعة أن هناك مسيرات حاولت استهداف، أو مسيرة على الأقل حقيقة الأمر، حاولت استهداف قاعدة خراب الجير، جرى إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية الأمريكية، مثل ما كان عليه الحال أمس في حقل كونيكو أو قاعدة كونيكو عندما تمكنوا من إسقاط مسيرة حاولت استهداف القاعدة الأمريكية. اليوم قبل ساعة كان هناك للميليشيات الإيرانية حاولت استهداف هذه القاعدة. بعد الاستهداف كان هناك عدة انفجارات في منطقة القاعدة، لا نعلم إذا ما كانت ناجمة حقيقة الأمر عن صواريخ من الأراضي العراقية أم هي نتيجة أصوات صواريخ الدفاع الجوي التي كانت تحاول إسقاط المسيرة التابعة للميليشيات العراقية أو ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق. طيب سيد عبد الرحمن، رامي عبد الرحمن، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من مدينة كونفيتري البريطانية، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، للحديث عن آخر التفاصيل. على كل سنعود إليك إن استجدت أي معطيات. إذن مشاهدينا، جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود، وبعضهم سرقت أعضاؤهم، فظائع تكشفت في مجمع يفترض أنه طبي، لكن اقتحام الجيش الإسرائيلي حوله لمقبرة جماعية حول الصدمة، دفع للمطالبة بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل الجثث. الدفاع المدني بغزة يقول إن الكثير من أبناء القطاع اختفوا ولا نعلم إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض، حيث يعتقد أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس، بل ويجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع. طواقم الدفاع المدني تعمل في مجمع ناصر الطبي وفي محيطه عندما اكتشفت مأساة أخرى تحت أنقاض المشفى في خان يونس، مقبرتان جماعيتان لضحايا مجزرة نفذها الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه المدينة، بما فيها مجمع ناصر وحصاره الذي استمر لأسابيع. طواقم الدفاع المدني انتشلت أكثر من 200 جثة تعود لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار، ومع انتشال هذا العدد الكبير من الضحايا يرجح المسؤولون وجود نحو 700 جثة في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر. وقبل اقتحام مجمع ناصر الطبي وخروجه عن الخدمة، كان يعد المؤسسة الطبية الأكبر في جنوب قطاع غزة، ويقع في الجزء الغربي من محافظة خان يونس. كما كان هذا المجمع يوصف بأنه العمود الفقري للخدمات الصحية في مناطق الجنوب. تتكشف فصول ما جرى في مجمع ناصر الطبي بعد أيام قليلة من الكشف عن تفاصيل مروعة في مجمع الشفاء الطبي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ليضاف كل ذلك إلى سجل طويل من الأحداث القاسية التي فرضت على سكان القطاع مع استمرار الحرب الإسرائيلية لأكثر من 6 أشهر، إذ تؤكد مصادر فلسطينية ومنظمات دولية أن العدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات هم من النساء والأطفال، حيث تتعمد القوات الإسرائيلية جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع. نتواجد في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وبالتحديد في الساحة الغربية للمجمع، حيث تم اكتشاف المقبرة الجماعية من قبل الجيش الإسرائيلي الذي قتل
أكثر من 300 شخص حسب الدفاع المدني داخل المجمع وقام بدفنهم داخل هذه المقبرة. نرصد عبر عدسة قناتي العربية والحدث عملية البحث والانتشال للعديد من جثامين الضحايا الذين تم إعدامهم من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء العملية العسكرية داخل المجمع. هنا أيضا في المشهد سيدة تنتظر وتراقب عن كثب جثامين الضحايا، لأنها تقول أنها ابنها كان في مجمع ناصر الطبي في الأيام الأخيرة. نسأل معها، يعطيك العافية. الله يعافيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت بتستني ابني كان موجود؟ استنتظر ابني. استشهد في تاريخ 22/1/2024 يوم ما تم إحصار مدينة خان يونس بالكامل. لم نستطيع الوصول لمستشفى ناصر أو يعني ناخده وندفنه في المقابر الإسلامية، لكن قدر الله ما شاء وفعل إنه ضلوا هنا بالثلاجات لمدة 6 أيام عشان نحاول إنه إحنا نيجي ناخده أو ينسحب قوات الاحتلال، لكن قوات الاحتلال تمادت في مدينة خان يونس وتمت ما يقارب 2.5 شهر والحمد لله رب العالمين. يعني إحنا حتى دفناه مش في المنطقة هاي، دفناه بين المشرحة والصيانة على إنه الناس اللي دفنته هم اللي يعني جابونا الخبر. وإلي أنا حتى الآن من أول من سحبوا اليهود من الانسحاب الأول وأنا باجي زي ما أنت شايف كل يوم. الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله بتم انتشاله. يعني في المشهد الآخر هناك أيضا جثث تم يعني استخراجها ويعني تنتظر من العائلات للمجيء للتعرف عليها. حتى اللحظة تم انتشال مئات الجثث من هذه المقبرة الجماعية حسب يعني المسؤولين في الدفاع المدني الفلسطيني. قمنا بالعمل ومباشرة العمل على استخراج الشهداء من داخل هذه المقبرة. العدد كبير، العدد ما بين 300 إلى 400 شهيد، هذا حسب المعلومات الواردة لدينا. العدد قابل للزيادة حسب ما نرى. الدفاع المدني يعمل في ظل نقص الإمكانيات والمعدات التي تساعد طواقم الدفاع المدني على انتشال الضحايا والجثامين من تحت هذه المقبرة وأيضا من تحت الأنقاض الركام في مدينة خان يونس. حتى اللحظة الدفاع المدني يحاول مع جهود شخصية من قبل العائلات لانتشال ما يمكن انتشاله من جثامين الضحايا. أحمد حرب لقناتي العربية والحدث من داخل مجمع ناصر الطبي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. إذا مشاهدينا من رام الله تنضم إلينا نبال فرسخ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا وسهلا بك سيدة نبال. بداية نسأل عن ما الذي رصده الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة حول المقابر الجماعية التي تم اكتشافها سواء في مجمع ناصر أو في الأماكن الأخرى منذ بداية الحرب على القطاع؟ يعني للأسف ما رأيناه قبل قليل على شاشاتكم وما نعيشه كطواقم طبية تعمل في قطاع غزة هي مشاهد مروعة لا يمكن حتى للعقل البشري تخيلها. نحن نتحدث عن مستشفيات كانت باعتبارها يفترض أن تكون ملاذاً آمناً للفلسطينيين، ملاذاً آمناً للناس وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وللأسف هذه المستشفيات التي تحولت إلى مراكز للإيواء حيث آلاف النازحين يتوجهون إليها تم اقتحامها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرتها لأيام طويلة. وبعد انسحاب قوات الاحتلال من المكان تكشف عن وجود هذه المقابر الجماعية التي تضم هذا العدد الكبير من جثامين الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي وقام بإخفاء جريمته من خلال عملية دفنهم. هذه المشاهد نراها اليوم في محيط مستشفى ناصر، رأيناها أيضا في مستشفى الشفاء وأيضا رأيناها في مستشفى كمال عدوان. لا يمكن القبول بهذا ولا نتخيل وجود مثل هكذا مشاهد في أي حرب في العالم، ولكن للأسف في ظل الصمت الدولي سيواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه المزيد من الجرائم سواء بإعدام المدنيين النازحين المرضى الجرحى الطواقم الطبية وتكرار هذا السيناريو مع كل عملية اقتحام وحصار للمستشفيات. حقيقة الكثير من العائلات حتى هذه اللحظة تجهل مصير أبنائها مع كل عملية توغل وحصار
في كل من المحافظات يمنع الاحتلال وصول مركبات الإسعاف وفرق الإنقاذ من أجل انتشال الشهداء وإجلاء الجرحى والمصابين إلى المستشفيات. ينزف الناس حتى يفارقوا الحياة دون أن يحصلوا على الرعاية الصحية، ويبقى السؤال في ذهن أقاربهم، هل هم شهداء؟ هل بالفعل تم قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية، أم أنه قد تم اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، لاسيما مع استمرار عمليات الاعتقال، حيث يبقى أيضا مصير من تقوم سلطات الاحتلال باعتقالهم مجهولا، وهذا بطبيعة الحال ينطبق أيضا على العاملين في مجال العمل الإنساني والطبي. على سبيل المثال، لا زال الاحتلال يعتقل 6 من طواقم الجمعية، منهم من هو معتقل لأكثر من 120 يوما، ولا يزال مصيره مجهولا، لا يوجد أي معلومات حتى عن مصيره. طيب سيدة نبال، يعني عندما نتحدث عن جثث عثر عليها يعني دون جلود دون ملامح، وبالتالي هنا عملية المسح ستكون صعبة للغاية وربما تستغرق وقت طويل، هل رصدتم أي خطوات أو إجراءات استهلت في هذا الأمر منذ بداية الحرب بدأت فعليا؟ أتحدث هنا عن عملية المسح الإحصائي لهذه المقابر والجثث الغير معروفة الهوية. يعني للأسف في ظل تدمير البنية التحتية وانقطاع الاتصالات وغيرها من العراقيل التي تعرقل من عمل المنظمات الإنسانية وفرق الإغاثة، حتى هذه اللحظة لا يوجد تقديرات دقيقة بعدد الأشخاص الذين لا زالوا مفقودين أو الجثامين التي تم العثور عليها خلال عمليات توغل الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة في القطاع. شهدنا سابقا أيضا وفقا لتقارير في محيط مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، كان أيضا هناك حديث عن دفن عدد من المرضى والنازحين أحياء أمام المستشفى بعد أن قام الاحتلال بمحاصرة المستشفى، وبالتالي هذه الجرائم المتكررة بحق المستشفيات العاملة في القطاع، ورغم وجود تقارير مختلفة من عدة جهات من بينها المركز الإداري المتوسط، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يكن هناك خطوات جادة على مستوى المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم المتكررة ومحاسبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم ممنهجة بحق المنظومة الصحية والعاملين في مجال العمل الإنساني والمدنيين أيضا. طيب سيدة نبال، يعني منذ مرور الآن نتحدث عن أكثر من نصف سنة عن بداية هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما الدور الذي اطلع به الهلال الأحمر الفلسطيني لحد الآن، وعن التواصل أيضا مع المنظمات الأممية الأخرى، سواء فيما يتعلق فيما نشهده اليوم في المقابر الجماعية التي يبدو بأنها ليست الأخيرة التي اكتشفت اليوم في مجمع ناصر الطبي؟ يعني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل على مدار الساعة لنقل الجرحى والشهداء إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإغاثية المتعلقة بإنشاء المخيمات للنازحين واستقبال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، بالإضافة إلى الكثير من أيضا أنشطة الدعم النفسي للأطفال والنساء أيضا الذين تأثروا كثيرا جراء هذه الحرب المتواصلة على القطاع. نعمل بكل تأكيد أيضا على التنسيق مع شركائنا في الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وشركائنا من المؤسسات الدولية من بينها مؤسسات الأمم المتحدة من أجل تعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية في القطاع، بالإضافة أيضا إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المختلفة بحق العاملين في مجال العمل الإنساني والطبي، وبطبيعة الحال تلك التي تتعرض لها طواقمنا ومقراتنا. نحن نتحدث عن 17 شهيد في صفوف الجمعية، بالإضافة إلى أكثر من 35 إصابة، تدمير مقرات تابعة للجمعية ومراكز
الإسعاف، تم إخراج مستشفى في مدينة غزة عن الخدمة. طيب سيدة نبال، لو سمحت لي، يعني ما المقرات التي لازالت في الخدمة وأنتم في تواصل معها؟ وعندما يتم التواصل يعني يتم حول ماذا بالضبط عن أعداد الفئات التي يمكن أن تصل إليها المساعدات، عن الخدمات الطبية الصحية؟ على ماذا يتم التنسيق بالضبط مع المنظمات هناك المتواجدة في القطاع؟ يعني بالنسبة للمنظمات الإنسانية يكون التواصل معها على مستوى كيفية تعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية الرامية إلى تقديم المزيد من الخدمات الإنسانية للمواطنين في القطاع، ولكن بطبيعة الحال نواجه تحديات كبيرة أهمها استهداف طواقمنا واستهداف العاملين في مجال العمل الإنساني، شح المساعدات الإنسانية التي يسمح الاحتلال بإدخالها، والاعتداءات المتكررة على المستشفيات المختلفة في القطاع ومن ضمنها مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني ومقراتنا أيضا. نحن نتحدث عن خروج 23 مركبة إسعاف تابعة فقط للهلال الأحمر الفلسطيني أخرجت تماما عن الخدمة، والعدد يفوق ذلك بكثير، حيث حتى هذه اللحظة جاري حصر أيضا أعداد المركبات التي تم تدميرها أمام مستشفى الأمل في خان يونس، وبالتالي هذا بطبيعة الحال انعكس على طبيعة الخدمات المقدمة. اليوم نحن لا يوجد لدينا مركبات إسعاف عاملة في مدينة غزة بعد أن دمر الاحتلال مركز إسعاف غزة، ومركبات الإسعاف هناك أخرجها عن الخدمة. في شمال القطاع لدينا فقط مركبتي إسعاف، ولازلنا نحاول تقديم ما يمكن تقديمه في كافة أرجاء القطاع في خان يونس في رفح وأيضا في المحافظة الوسطى. أشكرك جزيل الشكر من رام الله نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. أكد الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس التزام تل أبيب بخلق حكومة بديلة لحماس، مشيرا إلى أن الحرب لن تتوقف إلا بعد عودة المحتجزين وتقليص القدرات الحكومية والعسكرية لحركة حماس. ودعا غانتس أن يكون التحالف الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة جزءا من خطة العمل للتحول الاستراتيجي في الشرق الأوسط ومن اليوم التالي في قطاع غزة، معتبرا أن التحرك العسكري يجب أن يرافقه تحرك سياسي حسب تعبيره. حققنا إنجازات في ساحة المعركة، وقمنا بتصفية العديد من كبار مسؤولي حماس، وألحقنا الضرر بقدراتها العسكرية، وجعلنا حزب الله يدفع ثمنا باهظا، كما أثبتنا تفوق إسرائيل تكنولوجيا وأمنيا، وبمساعدة أصدقائنا نجحنا في كبح جماح إيران. نحن ملتزمون بتشكيل حكومة بديلة لحماس، وهذه مهمة حاسمة تخدم هدفي الحرب في غزة، عودة الرهائن وتقليص القدرات الحكومية والعسكرية لحماس. وفي هذا السياق يجب أن يشكل التحالف الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي أثبت نفسه ضد إيران جزءا من خطة العمل للتحول الاستراتيجي في الشرق الأوسط وجزءا من اليوم التالي في قطاع غزة، لكن يجب أن يصاحب التحرك العسكري تحرك سياسي. تحدث وزير الدفاع يوآف غالانت مع رئيس الأركان اللواء هارتسي هاليفي حول طرق العمل المختلفة لمنع القرار المتبلور بفرض عقوبات على كتيبة نتساح يهودا. بدوره أجرى الوزير الإسرائيلي في حكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وطلب غانتس من بلينكن إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على كتيبة نتساح يهودا في الجيش الإسرائيلي. يأتي ذلك في سياق غضب إسرائيلي من العقوبات الأمريكية على هذه الكتيبة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. هذا ودفع رئيس الوزراء عن الجيش الإسرائيلي بكل شراسة، وقال إنه سيقوم بحمايتهم في الميدان السياسي. أن يجن بخروف نفس الصال
سأدافع بشراسة عن جيش الدفاع الإسرائيلي وجيشنا ومقاتلينا. إذا اعتقد أي شخص أن بإمكانه فرض عقوبات على وحدة من جيش الدفاع الإسرائيلي فسوف أحاربه بكل قوتي، وكما أن جنودنا متحدون لحمايتنا في ساحة المعركة فإننا متحدون لحمايتهم في الميدان السياسي. عقوبات أمريكية متوقعة على كتيبة إسرائيلية في سابقة هي الأولى من نوعها. تنوي الولايات المتحدة فرض عقوبات على كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي، وهي كتيبة نتصح يهودا، والتي تأسست عام 1999 وتضم فقط يهود متشددين يعرفون بالحريديم، وذلك على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أثناء تأدية عملها في الضفة الغربية المحتلة. تتمثل العقوبات الأمريكية بمنع مشاركة الكتيبة في أي أنشطة تتلقى تمويلاً أمريكياً وحرمانها من التدريبات مع الجيش الأمريكي، إضافة إلى منع نقل أي مساعدات عسكرية أمريكية لها. كل الجهاز السياسي في إسرائيل يعمل على إلغاء هذه الفكرة التي طرحت في وزارة الخارجية، وأعتقد أن بلينكن تبناها. تعالت الأصوات الرافضة للتوجه الأمريكي داخل الحكومة الإسرائيلية، وهاجمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفاً إياه بالتدني الأخلاقي والتطور الخطير، خاصة أن التوقيت حساس حيث تخشى إسرائيل نهاية الشهر إصدار محكمة العدل الدولية مذكرات جلب وحتى اعتقال ضد وزرائها وضباطها. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأيام المقبلة ستشهد ضغطا عسكريا وسياسيا على حماس، وأن الجيش الإسرائيلي سيوجه ضربات إضافية لحماس وستكون موجعة جدا على حد وصفه. نتنياهو علق على أنباء فرض أمريكا عقوبات على وحدة بالجيش قائلا أنه سيحارب بكل قوته من يعتقد أنه بإمكان فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي. كل ההצעות לשחרור חטופינו נדחו על הסף על ידי החמאס. حتى الآن رفضت حماس رفضا قاطعا جميع مقترحات الإفراج عن المختطفين، من التراجع عن مواقفها المتطرفة. تقوم حماس بالبناء على الانقسام داخلنا وتستمد التشجيع من الضغوط الموجهة ضد الحكومة الإسرائيلية، ونتيجة لذلك فهو لا يؤدي إلا إلى تشديد شروطه للإفراج عن مختطفينا، يثقل قلبه ويرفض أن يرسل شعبنا، لذلك سنوجه له ضربات إضافية مؤلمة وسيحدث ذلك قريبا. وفي الأيام المقبلة سنزيد الضغوط العسكرية والسياسية على حماس، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن لدينا وتحقيق الانتصار. أعلنت إسرائيل أن الحدود الشمالية هي ساحة التحدي الأكبر، ونقترب من نقطة الحسم في إشارة إلى العمليات في جنوب لبنان التي أعلنت حركة حماس منها إطلاق 20 صاروخا جراد باتجاه إسرائيل. ولفتت الحركة في بيان إلى أن كتائب القسام تولت استهداف ثكنة شوميرا الإسرائيلية في القطاع الغربي من الجليل الأعلى ردا على الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية وغزة. هو زيت البيت ها؟ والله العظيم شفت الصاروخ، بحمد امي شفته. انا شفت فكرت طياره. شفت الصاروخ. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن عملية منع التموضع الإيراني في سوريا مستمرة طوال الوقت، كما قال خلال جولة قام بها في الجولان إن جيش بلاده يمنع قيام قوات حزب الله وأيضا القوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان، وأضاف أن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل الكاملة لضرب أي هدف وأي عدو يحاول تعريضها للخطر.
رأيتي التعارخوت. لقد شاهدت الاستعداد الممتاز لقوات الجيش الإسرائيلي هنا، وكيف نمنع تمركز حزب الله وكذلك القوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان. نحتفظ بحرية العمل الكاملة لضرب أي هدف وأي عدو يحاول تعريضنا للخطر. نشرت صحيفة عبرية عن شبكة بلومبرغ معلومات جديدة تتعلق بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، حول ما سبق اغتيال قادة الحرس الثوري وما تلاه من إجراءات إيرانية في سوريا. المزيد من التفاصيل مع الزميل أحمد باجاتو. على الرغم من مرور نحو 20 يوما على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، إلا أن بعض الخبايا لا تزال تلف الهجوم. فقد تكشفت معلومات جديدة عن استهداف القنصلية خلال الساعات الماضية، إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الهجوم قتل كامل القيادة المسؤولة عن أنشطة الحرس الثوري في سوريا ولبنان، وفق ما نقل جيروزاليم بوست عن شبكة بلومبرغ. كما لفتت إلى أن العميد في فيلق القدس محمد رضا الزاهدي ونائبه محمد هادي الرحيمي، فضلا عن الضباط الآخرين الذين قتلوا في الضربة الإسرائيلية، كانوا على يقين من أن مبنى القنصلية المجاور لمقر السفارة الإيرانية هو الأكثر أمانا في دمشق، وأن إسرائيل لن تجرؤ على مهاجمته. إلى ذلك كشفت المعلومات أنه قبل الغارة الجوية على مبنى القنصلية كان من المفترض أن يتم نقل مسكني السفير والقنصل الإيرانيين إلى مجمع سكني جديد في نفس الشارع، حيث يعيش أقرباء للرئيس السوري بشار الأسد. لكن وقبل وقت قصير من الهجوم، اجتمع كبار المسؤولين في الحرس الثوري في الطابق الثاني من مبنى القنصلية وقرروا البقاء هناك. يذكر أنه بعد اغتيال رضا الزاهدي مباشرة بدأت إيران تشك فعليا بتورط مجموعة سورية في عدة حالات اغتيال استهدفت عناصر بالحرس الثوري، وذلك خلال السنوات القليلة الماضية. وتركزت الشكوك الإيرانية حول قضايا اغتيال 18 قائدا خلال فترة قصيرة، نسبت هذه الهجمات إلى إسرائيل في ضمن أو ضمن الإراضي السورية. وبعد اغتيال رضا الموسوي في سوريا بديسمبر عام 2023 بدأ تحقيق مشترك بين البلدين، وذلك لمحاولة تتبع الخرق الأمني المحتمل. لكن إيران اختارت في مرحلة معينة إجراء تحقيق مستقل مع حزب الله عقب مخاوف من تدخل المخابرات السورية في ذلك التحقيق. وخلص التحقيق المستقل حينها إلى أن الخروقات الأمنية التي أدت للاغتيال كانت تحت غطاء سياسي وأمني رفيع المستوى. لكن من غير المرجح أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد على علم بها. إذن مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل الظاهر أسفل الشاشة عن رويترز. حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان، إذن ويقول أيضا بأنها كانت تستهدف مبان سكنية. إذن حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان. على كل مشاهدينا، ينضم إلينا من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. أهلا وسهلا بك سيادة العميد معنا في 19. لنبدأ من استهداف القاعدة الأمريكية في سوريا في الحسكة، قاعدة خراب الجير، ما دلالتها في هذا التوقيت برأيك سيادة العميد، خاصة وأن هذه القواعد كانت بمنأى عن أي استهدافات منذ أشهر؟ مساء الخير، تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي الحدث. هذا يعني من أن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران أكدت من أنه لا مواجهة حقيقية، لكنها أكدت صورة أخرى بنفس الوقت من أن قوة إيران هي من قوة أذرعها الموجودة بالخارج، ومن أن إيران تريد الآن تفعيل تلك الأدوات الموجودة سواء كان الحوثي في مضيق باب المندب وخليج عدن، أو الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق وفي سوريا، أو حتى حزب الله في جنوب لبنان. وبالتالي نحن اليوم أمام تصعيد إيراني من نوع آخر، إن كان عبر استهداف قاعدة خراب جير أو عبر عمليات في الجنوب اللبناني. إذا اليوم نحن أمام مواجهة جديدة تستمر لما كانت قبل، وإن كانت إسرائيل غيرت من قواعد الاشتباك منذ البدء الحرب على غزة عندما استهدفت القيادات الإيرانية. إيران تدرك رغم تحرشاتها بالقوات الأمريكية ومحاولات للاقتراب من الجولان، هي تدرك أنها تعاني من 3 نقاط ضعف
في سوريا. النقطة الأولى غياب الطيران القادر على تأمين المظلة الجوية. النقطة الثانية غياب عناصر الدفاع الجوي وعناصر الكشف. وإسرائيل قصفت منذ أيام حتى محطة رادار موجودة في إزرع. النقطة الثالثة والأهم وهي ما كانت في تقريركم منذ قليل، من أن هناك خرق إسرائيلي كبير، ومن أن هناك تعاون ما بين جهات سورية تتبع لنظام الأسد مع الموساد الإسرائيلي والقوى الجوية الإسرائيلية، وبذلك قتل. طيب عن هذا التعاون سيادة العميد برأيك، هذا الاختراق في البنية الاستخباراتية الذي أشرت إليه في سوريا، هل يمكن أن ينجح في شق الصف السوري الإيراني؟ إيران تعلم التعاون ما بين نظام الأسد وإسرائيل ممتد منذ عام 66، وتعلم من أن حماية الجولان وحماية حدود إسرائيل كانت من مهام نظام الأسد، وتعلم أن رامي مخلوف عندما قال في عام 2011 أمن إسرائيل من أمن سوريا عمق التعاون ما بين إسرائيل وبين نظام الأسد، ومن أن إسرائيل مارست كثير من الضغوط غربيا لحماية نظام الأسد. ونذكر في عام 2013 عندما تعاونت مع روسيا على وقف الضربة الجوية الأمريكية الفرنسية، وبالتالي إيران منذ الأساس تعلم عمق التعاون ما بين نظام الأسد وإيران. هي تحاول أن تخفف من هذا الخرق، تحاول أن تثبت هذا الأمر، لكن نظام الأسد دائما ما يدعي من أن هناك مجموعات صغيرة ومن أن هناك خروقات ومن أن جماعة المصالحات، لكنه يتهرب. لذلك لجنة التحقيق التي أنشئت مؤخرا ما بين حزب الله والحرس السوي الإيراني وفيلق القدس أبعدت كل عناصر الأمن السوري عن التحقيق، وأكدت من أن كبار الضباط الإيرانيين عندما يأتون إلى سوريا لا يعلم بهم أحد باستثناء كبار القادة. لذلك وجهت التهمة إلى لجنة أو جهة سياسية أمنية سورية. عندما يتحدث الجانب الإسرائيلي عن تواصل منع التموضع الإيراني في سوريا، برأيك بعد الضربات المباشرة والجولات التي شهدناها بين إيران وإسرائيل، هل هناك تغيير في التكتيكات على الأرض فيما يخص ملاحقة عناصر الحرس الثوري الإيراني؟ ستكون تكتيكات عسكرية جديدة، أم أن هناك استراتيجية مثلا كالقرصنة والحرب المعلوماتية، أم ماذا برأيك؟ أنا أعتقد أن إسرائيل اليوم غيرت معظم استراتيجيتها في التعامل مع الوجود الإيراني في سوريا. إسرائيل تدرك أنها ارتكبت خطأ مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2011 و2012 و2013 عندما غضت الطرف عن التدخل الإيراني وتدخل حزب الله داخل الأراضي السورية. صحيح أن كان هناك هدف مشترك إيراني إسرائيلي بالحماية نظام الأسد، لكن كان على إسرائيل أن تدرك أن الوجود الإيراني في سوريا واحتلال سوريا وجعلها قاعدة عسكرية إيرانية متقدمة ليس فقط ضررا على الشعب السوري، بل أيضا ضررا على إسرائيل. أيضا محاولات العرب التطبيع مع نظام الأسد كشفت من أن نظام الأسد لا يمكن أن يبتعد عن إيران. مجمل هذه الأمور غيرت السياسة أو الاستراتيجية الإسرائيلية. وجدنا باستهداف كبار القادة الإيرانيين من فيلق قدس حرس السوي الإيراني ضرب يعني أكبر مناطق التواجد أو التموضع الإيراني في سوريا. واليوم يبدو أن هناك تعاون أمريكي إسرائيلي على هذا الأمر بدليل التعزيزات العسكرية التي تنقلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى شرق الفرات والحرب المفتوحة التي أعلنتها إسرائيل على كامل التواجد الإيراني داخل الأراضي السورية. أشكرك جزيل الشكر من إسطنبول، كنت معنا المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. قدم الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي شكوى لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بذريعة هجوم قوات الأمن الداخلي التابعة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر على منزل رئيس فريق المصالحة الوطنية للمرشح لرئاسة سيف الإسلام القذافي. واتهم القذافي حفتر بالوقوف خلف هجوم على منزل علي مصباح أبو سبيح الحسناوي يوم الجمعة على خلفية تأييده لبيان صدر عن فعاليات مدينة الزنتان يدعو إلى المصالحة الوطنية.
ينضم إلينا من القاهرة رمزي أرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، ومن تونس مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية المحامي خالد الغويل. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بكما ضيفي. أبدأ مع ضيفي من تونس. سيد خالد، لماذا اختار سيف الإسلام القذافي التوجه إلى الاتحاد الإفريقي بهذه الشكوى برأيك؟ تحياتي ليك ولضيف الكريم السيد رمزي رميح. طبعا هذا التوجه، لأن احنا أعضاء في الاتحاد الأفريقي وأعضاء في لجنة الأمن والسلم في هذا الاتحاد وفي المحكمة الأفريقية. طبعا ما حصل، ما تم اقتياد الشيخ علي مصباح مصباحة الرجل المسن وهو رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل فزان ورئيس فريق المصالحة الوطنية الدكتور سيف الإسلام، أمر يعد بالخطير عندما تأتي 10 سيارات الساعة 4 فجرا ويتم اقتياد هذا الرجل الكهل السن، ويتم اقتيادها إلى مدينة سبها لجهاز الأمن الداخلي، ثم يتم اقتيادها عن طريق طائرة عسكرية ونقلها إلى مدينة مغازي. نحن لا نعرف ما هي الشيفرة التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي في تكميم أفواه الرأي العام في ليبيا. أعتقد أن ما جاء في بيان الزنتان هو مطالب كل الليبيين في تحقيق المصالحة الوطنية وفي وصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نتيجة الانقسامات اللي حدث في ليبيا ونتيجة الظروف اللي تمر بها بلادنا من تدخلات خارجية وغيرها. الآن ما نشاهده من تحركات المريبة لجهاز الأمن الداخلي في اقتياده للشيخ علي مصباح مصباحة، ومؤخرا تم اقتياد الشيخ السعدي من سرت وتم الإفراج عنه، وأخيرا ما تم مقتل الشخص الذي في السجن، ناهيك عن تكميم الأفواه في المنطقة الشرقية في برقة في الجنوب الليبي. أعتقد أن ما يحدث هو أمر بالخطير، وهذا يعني توجب على فريق الدكتور سيف الإسلام التوجه إلى المحكمة الأفريقية وإلى الاتحاد الأفريقي لشكوى رسمية في هذا الموضوع. طيب أذهب إلى ضيفي من القاهرة سيد رمزي. سيد رمزي، أي علاقة اليوم بين هذا البيان المقتضب واعتقال علي أبو سبيحة اللي هو رئيس فريق المصالحة لسيف القذافي؟ هل تندرج ضمن محاولة إبعاده وقال بأنه لأسباب لن أذكرها؟ أهلا بك أختي الكريمة أستاذة ماريا، وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي العربية والعربية الحدث في هذا المساء، والتحية موصولة للأخ العزيز الضيف المحامي الأستاذ خالد الغويل. حقيقة يعني مع كل التقدير والاحترام للفريق السياسي للمهندس الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي ولرئيس الفريق السياسي الدكتور عبد الله عثمان، لكن أنا أعتقد جازما أن سيف الإسلام لا يقبل ولا يرضى بهذه الشكوى، لأن هذه الشكوى تفتح المجال للتدخل الخارجي، ونحن عندما نقول تدخل خارجي أختي الكريمة فالتدخل الخارجي بشتى أشكاله وأنواعه. نحن في أزمة حقيقية في ليبيا، كان بالإمكان حل هذا الأمر داخليا، لا يستدعي الأمر إلى يعني تأزيل موضوع كيف يحل داخليا والذهاب بشكوى رسمية إلى يحل داخليا. المشير خليفة حفتر يقدر عاليا القبائل الليبية، المشير خليفة حفتر يعلم جيدا أن هذا الجيش الذي تأسس بعد ركام، بعد مآسي، بعد ضرب المؤسسة العسكرية من قبل النات في 2011، هو تكون من أبناء القبائل الليبية. المشير خليفة حفتر عندما توفي الأستاذ البروفيسور إبراهيم الحسناوي إبراهيم بخزام قام بتعزية أهله رسميا في القيادة العامة في الرجمة، وبالتالي تصرفات فردية لا نقبلها ولا نرضاها صدرت من جهاز الأمن الداخلي أو بعض الشخصيات المحسوبة على الجهاز الأمن الداخلي بتصرفات فردية بمقاييس فردية لا يقبلها المشير خليفة حفتر مطلقا. وأنا من هنا من هذا المنبر وأؤكد لكم أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية بإذن الله تعالى سيستضيف الشيخ مصباح بوسبيحة ويرد له اعتباره عن هذا الأمر الذي حدث. الشيخ مصباح هو من شيوخ ليبيا، والمشير خليفة حفتر يقدر الرجال ويعرف جيدا قدر الرجال، فحقيقة لا داعي لهذا الأمر. نحن نريد أن نلملم جراح ليبيا، نريد. وبالمناسبة طيب هل تواصل
هل تواصل المشير خليفة حفتر مباشرة مع سيف الإسلام القذافي؟ حقيقة لا أملك إجابة قاطعة، ولكن الذي أعرفه أن المشير خليفة حفتر ومن معه في القيادة العامة وفي الفريق السياسي وأيضا في المستشارين، كل من له علاقة باسترجاع سيادة ليبيا وكرامة ليبيا فالأيدي متواصلة. يعني ليس تيار سيف الإسلام فقط هو من يؤيد تحركات القيادة العامة للقيادة العامة للقوى المسلحة لاسترجاع سيادة وكرامة ليبيا. رأينا عدة بيانات من القبائل من الأحزاب، طيب. ولكن بكل أمانة نحن نقول ليس، طيب ليس سأعود إليك، سأعود إليك للتصعيد. سأعود إليك. طيب سيد خالد، لو سمحت لي، إذا عدنا إلى لب المشكلة، هي كلها تأتي من تأييد لأبو سبيحة للبيان، تأييد سيف الإسلام للبيان الذي خرج في الزنتان. برأيك يعني الكثير من الليبيين الآن يتساءلون لماذا لا يخرج سيف الإسلام القذافي ويتحدث معهم بشكل مباشر؟ يعني الكثير يقول بأنه نسخته أصلا تختلف عن 2011، ما المانع؟ أولا سيدتي الكريمة، أعتقد أن أنا كل التقدير واحترام لأخي رمزي، ولكن تصحيح لمعلومة أخي رمزي ما يتحدث عنه قبل لا أجيبك على سؤالك، وتحدث أن المشير خليفة حفتر سيقدم اعتذار وسيأتي بالشيخ علي مصباح أبو سبيحة. أخي رمزي، الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أقتيد الساعة الرابعة ليلا، وعندما تحدث معهم الشيخ علي وابنه قال لهم سوف أتيكم صباحا إلى مقركم في سبها، فقالوا له هذه تعليمات صارمة وأخذوه من بيته اقتدوه، ثم ينقل على متن طائرة عسكرية لجهاز الأمن الداخلي في 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 بنغازي. نحن يا أخي رمزي نريد توضيح حقيقي لما يحدث في منطقة برقة والجنوب فيما يتعلق بتكميم الأفواه اللي موجودة غادي. فيما يتعلق بموضوع البيان وحديث الدكتور سيف الإسلام عمر القذافي، سوف يأتي الحين الذي يتحدث فيه إلى الشعب الليبي. الآن الدكتور سيف الإسلام لديه اتصالات مكثفة مع كل القوى السياسية في ليبيا والقوى الوطنية كما ذكر أخينا رمزي. نحن اليوم توقين حقيقة لمصالحة وطنية حقيقية تجمع كل الأطراف الليبية، وناهيك عن التدخلات الخارجية. أخي رمزي، التدخلات الخارجية على عينك يا تاجر، أنت تعرف جيدا هذه موجودة، يعني لو نتحدث ونفتح هذا الباب أعتقد لا يغلق. أعتقد التدخلات الخارجية في كل أماكن مناطق ليبيا موجودة، في الوطية، في الجنوب، في كل مناطق ليبيا موجود تدخلات خارجية. هناك قوات روسية، هناك قوات تركية، أمريكية، إيطالية، يعني هذا ليس بالغريب. من 2011 من الفصل السابع وليبيا تعجب التدخلات الخارجية. دعنا نتحدث في هذا الموضوع، نحن نتحدث على حرية الرأي العام. احنا كما تتحدث ان القيادة العامة تريد السيادة الليبية وتريد ان تبسط هوتها، احنا مع هذا، ولكن عندما تعتقل اشخاص وفي كبار السن لمجرد انه يعني ادلى برأيه في بيان الزنتان، واعتقد ان في طرابلس خرجت بيانات تؤيد بيان الزنتان، لم يتم اعتقالهم. اخي رمزي، نحن هنا السؤال، لماذا اليوم يقتادوا ناس من سرت ومن سبها بمجرد ما يتم ذكر سيف الإسلام عمر القذافي؟ بالعكس، سيف الإسلام عمر القذافي ليس لديه مشكلة مع القيادة العامة ومع الجيش الليبي. الجيش الليبي هم أبناؤنا. نحن اليوم توقين أن تكون هناك منظومة عسكرية تحقق السيادة في ليبيا، ولكن اليوم عندما نرى رجل كهل سن في بيته الساعة الرابعة ويقتاد من بيته الساعة الرابعة وينقل في طائرة عسكرية، هذا الأمر الذي نريد له تفسير. أخي رمزي، طيب سيد رمزي، هل لديك إجابات عن الأسئلة التي طرحها ضيفي سيد خالد؟ هو يقول بأنه نريد إيضاحات، الرجل تم اقتياده بطائرة عسكرية. هناك أيضا تلميحات تقول بأنه يعني هذا الاعتراض جاء على ظهور بيان الزنتان في تأييد سيف الإسلام، وجاء من أتباع يعني خليفة حفتر، هكذا يقول البعض، ويعني البيان لم يذكر أي شيء يسيء للجيش الليبي. ما ردكم؟ ردي كالآتي. أولا، أنا عندما اعترضت على التوجه إلى الخارج والتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي، وأخي العزيز الأستاذ خالد قال لي ليبيا مفتوحة على مصراعيها للتدخل الخارجي، أنا أعلم ذلك، ولكن لا ينبغي أن يكون سيف الإسلام يقتدي بهؤلاء الذين يذهبون إلى الخارج ويطلبون النصرة من الخارج.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أناشد في هذه الليلة وأنا أعلم جيدا ما أقول، المشير خليفة حفتر شخصيا باستضافة الشيخ الجليل علي بوسبيحة، ليس من أجل تقديم الاعتذار ولكن للتأكيد أن الأمر الذي حصل غير مقصود، ولا أملك التوضيح الأساسي لما قام به جهاز الأمن الداخلي وفق التعليمات التي لديه، ولكن بوجه عام الذي أعلمه جيدا أن القيادة العامة للقوى المسلحة الليبية حريصة كل الحرص على منع أي نعرات قبلية أو مشاكل تأتي لنا من القاهرة يعني تحمد عقباها. كنت معنا رمزي أرميح، مستشار منظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، ومن تونس مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية المحامي خالد الغويل، شكرا جزيلا لكما. إذن مشاهدينا، ساعتا الليلة انتهتا، وفيهما ناقشنا دعوة خامنئي للقوات الإيرانية وطلبه الغريب وصحة المعلومات حول عودة المفاوضات النووية وكيف انتشلت إيران شعبية نتنياهو، كما ناقشنا الصراع السوداني وتداعياته على دارفور. لم يبقى سوى التفكير بالعناوين. بعد الهجوم الإسرائيلي الغامض، خامنئي يدعو قواته إلى التعلم من أساليب أعدائه. الصراع الإيراني الإسرائيلي يرفع نسبة تأييد نتنياهو ويعيد الحديث عن المفاوضات النووية. وضع مرتبك في دارفور، اتهامات للدعم برسم دولتها وانشقاقات تهدد حركة مناوي. وتابعنا أيضا جثث دون رؤوس وأجساد بلا جلود ومقابر جماعية، هذا ما خلفه الجيش الإسرائيلي في مجمع ناصر. إسرائيل تواصل ملاحقة التموضع الإيراني في سوريا وتقترب من نقطة الحسم مع لبنان. وأخيرا، جاء في 19 القذافي يشكو حفتر الاتحاد الأفريقي، هل ينزلق التوتر إلى صراع مسلح؟ إذن مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء. We'll be right back.